توقف عند الحالات التحكيمية. أكيد كثير من الناس يعني يقول يلا أعطونا الحالات التحكيمية، في البلنتي ما أدري وين، في فاول للنصر، في للاتحاد. الحين نشوفها مع الخبير التحكيمي والمحلل لبرنامج المنتصف كابتن ممدوح المرداسي. حياك الله مرة ثانية كابتن. هلا بك، هلا إبراهيم. بالمجمل كيف أنت شفت اليوم مستوى الحكم المباراة؟ والله طبعا يعني طاقم التحكيم المباراة نقول رئيس الدائرة، ها؟ طاقم التحكيم ورئيس الدائرة الجديد مارك، طبعا أول مرة يعمل في السعودية يكون يعني طاقم خليط، يعني الحكم ساحة وبعدين حكام مساعدين سعوديين وحكم الرابع سعودي. انت شفت هذا الموضوع ايجابي كابتن؟ طبعا بالمباراه هذه ما كان ايجابي للاسف صراحه. أيه. ما نبغى خلينا نشوف اللقطات وبعدين نعلق على طاقم التحكيم ونعطيك كل واحد يعني درجته. لا نقصد كمبدا يعني كمبدا بعيد عن المباراه وعن قرارات. لا بالعكس، انا قلت لك انا بشكل عام المبدا أيه. كويس. لكنه بالمباراه هذه للاسف الحكام المساعدين يعني معنا صح ما وفقوا حالات كثيره. عندنا الان بنشاهدها بالحالات، اخذنا تقريبا من اخذنا 8 حالات. نعم. تقريبا عندنا حاله طبعا بحالتين اللي هي الحاله الثامنه. طبعا طاقم التحكيم الحكم الانجليزي مارك كلمتوير، هذا الحكم الانجليزي اللي هو رئيس الدائره الجديد. والحكم المساعد الاول فهد العمري واحمد فقيهي وصالح الهذلول حكم رابع، هذا طاقم التحكيم، هذا رئيس الدائره الجديد. وبدا يعني حار على طول ادار المباراه النهائيه، وطبعا يعني كتجربه نشاهد الآن أداؤه ونعلق عليه. عندنا الحالة الأولى الآن الدقيقة 10، نشاهد الآن الحالة الدقيقة 10 الآن هنا الآن مطالبة لاعبين الاتحاد باحتساب ركلة جزاء. طبعا هناك فعلا لمس على حسين عبد الغني ولكن لا يوجد تعمد وقرار الحكم. لو نلاحظ الآن المسافة أصلا قريبة جدا، وإحنا عارفين اللي هي لعب الكرة باليد من الأخطاء العشرة، لكن يجب يكون فيها التعمد موجود. وهناك اعتبارات سرعة الكرة، بس مسافة. أبو محمد، هذه أكثر الحالات الجدلية، يعني بعض الأحيان تجي لمسة يقولك لا والله هذه ركلة جزاء، وأحيان يقولك لا والله ما هي ركلة جزاء. خلوكم قدام قاعدة واحدة، يا هي ركلة جزاء يا هي ما هي ركلة جزاء. هذا طبعا القانون يقول، ولكن بالقانون برضو تعمد لعب الكرة باليد هناك اعتبارات. يعني لما أنا ألعب الكرة بمسافة بعيدة بإمكان اللاعب يتلافى يده، لكن لو كانت مسافة قريبة زي الآن ما حدثت هنا، هنا الآن ما في أي تعمد وقرر الحكم باستمرار اللعب كان هو القرار الصحيح. لو نشاهد الآن لزاوية الرؤية، الآن لو الحكم وين موجود على قوس ال 18، كانت زاوية الرؤية بدليل انه فعلا شايف الحالة، هو اشر بيدين انه لا يوجد في اي خطأ، استمرار اللعب هو القرار الصحيح. نشاهد الآن الحالة الثانية، هذه اكثر من زاوية. نشاهد الحالة الثانية الآن، هنا هدف الاتحاد، ونشاهد لحظة تنفيذ، هل يوجد لاعب من الاتحاد اقرب الى مرمى المنافس من الكره او المدافع، ونشاهد هل الهدف صحيح ام لا. نشاهد الان بالاعاده ونعلق عليه. من الان لحظه اللعب، لو شاهد لحظه اللعب كهربا كان اقرب الى خط مرمى المنافس من الكره، وبالتالي هدف غير شرعي وهدف تسلل، هدف الاتحاد. نشاهد الان هنا واضح والخط واضح، وللاسف الحكم المساعد كان موقفه صحيح ولكن ما كان مركز اللي هو احمد فقيه. يعني الهدف الوحيد هدف غير شرعي هدف تسلل وهدف غير شرعي لوجود لاعب كهرباء كان في موقف تسلل. ولاحظ الان لحظه اللعب الموقف الحكم المساعد صحيح احمد فقيه، ولكنه ما كان مركز نهائيا، وبالتالي احتسب الهدف وهدف غير شرعي تسلل للاتحاد. نشاهد الان الحاله الثالثه، هذه هي الان هنا، واستفاد فعليه وسجل هدف. هنا الآن الحالة الثالثة، هنا الآن لاحظ الحكم المساعد الأول فهد العمري احتسب تسلل على النصر. نشاهد الآن الحالة، لاحظ الآن هنا كان أقرب اللاعب المدافع الاتحاد كان أقرب بالقدم الخلفية، كان أقرب إلى مرماه من اللاعب، وبالتالي تسلل غير صحيح. لاحظ الآن حالتين على المساعدين. اللي نشاهد الخط هنا الآن دقيقة 37 كان يجب استمرار اللعب، ما كان فيه تسلل. نشاهد الآن الحالة اللي بعدها، الحالة 40، نشاهد الآن هنا دقيقة 40، نشاهد الآن هنا، الآن هنا اعترض اللاعب نفسه اللي هو أحمد فقيهي اللي هو احتسب هدف الاتحاد، احتسب تسلل. لو نلاحظ الآن هنا بنص ملعبه، كيف تحسب تسلل بنص ملعبه وموقفه سليم برضه، بس ما كان مركز نهائيا. لا، لو شاهد الآن هنا بالزوم كان تسلل غير موجود نهائيا، وعلى نفس المساعد ونفس الشوط
اذا المساعد ما كان موجود في المباراه. نشاهد الان الدقيقه هذه هي في نصف ملعبه كيف تحسب عليه تسلل. نشاهد الان الدقيقه 65 هنا الان مطالبه لاعبين النصر باحتساب ركله جزاء. نشاهد الان ماذا حصل للاعب الفريدي. نشاهد الحكم برضه كان موجود قريب جدا. الفريدي دخل بين اللاعبين وكان يريد يعني فعلا يحصل على ركله جزاء. هنا بالحاله هذه يجب على الحكم ايقاف اللعب واحتساب ركله حره مباشره للتحايل وانذار احمد الفريدي. لا يوجد اي ركله جزاء نهائيا. هنا يكمل الحكم شجاعه الحكم. هنا الان الحكم مشاها طبعا. هنا يجب الان ايقاف اللعب واحتساب ركله حره غير مباشره على الفريدي للتحايل وانذار. نشاهد الان الدقيقه هنا الان دخل بين اثنين ما كان في اي لاعبين نهائيا اي مضايقه او اي شيء. نشاهد الدقيقه 80 هنا الان ايضا هنا مطالبه لاعبين النصر باحتساب ركله جزاء للسهلاوي. لو نشاهد الان محمد سهلاوي هل هو فعلا لاعب ارتكب مخالفه او شيء؟ نشاهد الان هنا لم يرتكب اللاعب الاتحاد مدافع الاتحاد اي خطا وبالتالي قرار الحكم وزاويه الرؤيه قرار الحكم سليمه جدا على قوس ال 18 وقرار الحكم باستمرار اللعب هو القرار الصحيح. نشاهد الان الحاله الدقيقه 90 الان هنا الحاله اللي قلناها هذه الحاله في حالتين. الحاله الاولى طبعا هنا لعب الكره باليد. لو نشاهد الان نفس حاله حسين عبد الغني هنا الان لا يوجد تعمد نهائيا واستمرار اللعب كان المسافه قريبه. هنا الان حصل ركل باهمال على اللاعب خالد الغامدي ويجب على الحكم احتساب ركله جزاء للنصر في الدقيقه 90. نشاهد الان هنا حصل من اللاعب اهمال. ما نقول انه فعلا فيها تهور لكن فيها اهمال من اللاعب الان. هنا الحاله الاولى قلنا ما فيها شيء استمرار اللعب قرار صحيح. هنا ما كان في لمس تعمد. هنا الان لو نلاحظ الان هنا حصل ركل باهمال واحتساب ويجب على الحكم احتساب ركله جزاء للنصر في الدقيقه 90. الحاله الاخيره اللي حاله الثامنه في ملاحظه كابتن ما في نشاهد الان الحاله الثامنه هنا. هنا الان مطالبه ايضا لاعبين النصر باحتساب ركله جزاء للراهب. طبعا لو نشاهد الان عندنا من اللقطه هذه اخذنا اللقطه هذه طبعا كان قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب. المدافع الاتحاد لم يرتكب اي مخالفه. هنا لاحظوا الان هنا اللاعب تعثر وسمح باستمرار اللعب. لو نلاحظ الان هنا في حالات كثيره فيها سقوط داخل 18 كان الحكم تقديره للحالات سليم جدا وكان فيه ثبات. هنا ما يحسب هنا يحسب هنا يحسب يعني في ثبات من الحكم. ما كان في تباين فقط عاد عندنا الان لعبه اللي هي دقيقه 90 ركله جزاء لعمر الغامدي. الحكم المساعد الثاني للاسف ما كان موجود في المباراه بصراحه اثر على نتيجه المباراه. الهدف الوحيد في المباراه احتسب بطريقه غير صحيحه اثر على نتيجه المباراه. الحكم عنده ركله جزاء. اذا يعني بشكل عام لما اقول انا تجيب حكم ساحه حكم اجنبي والمساعدين معاه سعوديين بشكل عام التجربه يعني فعلا جميله لكن بالمباراه هذه ما كانت جميله بصراحه. لانه حتى حكام مساعدين ممكن يتاثرون من وجوده هو كرئيس الدائره معهم في هذه المباراه. طبعا اكيد يخليهم تحت الضغط يكفي انه ضغط المباراه والجمهور والحدث الا انه برضه يعني رئيسي اللي راح يكون موجود هو معي في الملعب اليوم. طبعا الشيء الثاني انا برضه يعني كنت ما انتقد على القرار هذا. الان انت 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 رئيس دائره تحكيم. طبعا هاورد كان موجود رئيس دائره التحكيم كان يدور على الانديه حتى انديه الدرجه الثانيه راح لهم. فتخيل الان لما يصير بينك وبين اي فريق موقف وتجي تزورهم بكره بالنادي فما كان يعني يحبذ انه يعني يكون هو الان مسؤول عن التطوير. فكيف تطور نفسك انت؟ انت هل انت يعني ملزم بتطوير الحكام او ملزم بتطوير نفسك وانت تتحكم الان عامل حكم عامل؟ اذا ما كانت يعني بصراحه قرار من اتحاد القدم القرار احرج الحكم يعني صراحة. كان احرجه هو بصراحه الاتحاد السعودي يعني بالقرار هذا جانب الصواب. يجب ان الحكم اجيب انا حكم متفرغ حكم خلاص يطور التحكيم. ما في حكم الان هو عامل الان هو الان عامل هو الان فيه مقيمين يقيمونه وزي ما تقول الان هذا الان قاعدين احنا نقيمه. فيجب ان يكون حكم متفرغ. ايضا الحكام السعوديين انا لاحظتهم قبل المباراه كانوا في مترجم في الملعب قبل المباراه بساعه وساعه ونص انا كنت موجود فكانوا يعني ايضا برضو الترجمه لها دور يعني ما كان فيه يعني انت الان يعني لو نلاحظ الان قبل ثلاث ايام اربع ايام
مباراة المركز الأخير الفتح مع المركز الأول الهلال وجايبين حكام أجانب طاقم كامل. الآن هذه مباراة نهائية فيها بطولة، ممكن مستقبلا من شروط الحكم أن يجيد اللغة الإنجليزية. طبعا ضروري جدا لابد عشان تخاطب طبعا أكيد بشكل، لأن في مايك يعني إذا كان هذا الأسلوب راح يكون في حالات. فنتمنى أنه يعني فعلا التجربة كانت جميلة، لكن زي ما قلت لك أنا في المباراة هذه كانت فيها ملاحظات. ما عطتنا كم النسبة؟ طبعا قلت لك الحكم الساحة طبعا الآن ركلة جزاء، لكن عنده قرارات كثيرة كثيرة إيجابية. بس الحكم كم تعطيه؟ الحكم بشكل عام يأخذ 8، الحكم المساعد الأول اللي هو العمري كان يأخذ 7.8، الحكم اللي هو أحمد فقيه أثر عن نتيجة المباراة يأخذ 7.5، ما يعني ما ما تزيد 7.5 بأي حالة من الأحوال. شكرا، لأنه قرار مؤثر. شكرا كابتن ممدوح المرداسي المحلل التحكيمي لبرنامج المنتصف، شكرا لك يا أبو محمد. حياك الله، هلا بالله.